الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. سيأتي اليوم الذي ستمدد فيه على فراشك. تريد أن تودع الصغير فلا تستطيع، تريد أن تودع الكبير فلا تستطيع. حيل بينهم وبين ما يشتهون. ليت شعري كيف يكون الحال في تلك الساعة، يوم تشخص العينان وتبرد الأطراف واليدان وتلتف الساقان. تريد أن تتكلم فلا تستطيع، تريد أن تقول فلا تستطيع. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فاتقوا الله عباد الله، ابكوا على أنفسكم قبل أن يبكى عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. احملوا أنفسكم على الطاعات قبل أن تحملوا على الرقاب. استعدوا للموت قبل أن ننادي بأعلى الصوت: رباه ارجعون. فلا يستجاب لنا لساعة تجلس تحاسب فيها النفس خير من أيام وساعات تهدر فيها الأعمار. نعم أيها الغالي، لا بد من الرحيل، طال الزمان أو قصر، سيأتي ذلك اليوم الذي ستودع فيه الحياة. لكن قل لي بالله، كيف سيكون الحال عند ساعات الرحيل؟ الذي أخر الناس عن التوبة طول الأمل، الذي أخر الناس عن التوبة والصدق والاستعداد للآخرة طول الأمل. ولقد قال الله عنهم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكل سيموت، لأن الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ولأن الله قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، فالعمر مهما طال فهو قصير، والدنيا مهما عظمت فهي حقيرة. أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. زوروا القبور فإنها تذكركم، تذكركم الآخرة. أكثروا من مجالس الذكر فإنها تحيي القلوب. يا رعاك الله، فإذا قسى القلب فلا بد من الإكثار من ذكر الله، وتذكر الآخرة، وتذكر الموت، وتذكر النهاية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بها نحيا وبها نلقى الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم هون علينا الموت وسكراته، والقبر وظلماته، والسؤال وشدته، والقبر وضمته، ويوم القيامة وكرباته. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.